ابني مش بلطجي ولا ارهابي، قتلوا سليم الانصاري. الفيديو ده لازم الدنيا كلها تشوفه بكره، ان شاء الله هنهد الدنيا فوق دماغهم. خلاص ما بقاش ورانا حاجه غير العيال دي والداخليه بقى كلها، ما بقاش وراها الا سليم الانصاري. لدرجه دي الفيديو بتاع مامه زياد عامل لكم برجله؟ ابراهيم الحقني يا ابني في ايه؟ الواد ياسين بيروح مني. كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الانصاري فيه. بقول لكل واحد زي زياد ما تسكتش الا لما تاخد حقك، لانها في الحالتين محصله بعضها. عشان اول مره احس ان انا رخيصه ومليش ضهر. والله يا فندم انا عندي خطه كده ممكن تريحنا من سليم الانصاري ولو مؤقتا يعني. انا خايف على سعادتك. يعني انت خايف عليا ومش عايز نخاف على ابنك. انا جايبك بخصوص سليم الانصاري. سليم الانصاري اللي انتوا هربتوه؟ بس خلي بالك يا فريد الورقه ده مهم، ده ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. انت معركتك مع سليم الانصاري مش معانا. بس انتوا وسليم واحد. كان واحد مننا. دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الانصاري. وعدو عدوي صديقي. يا ابو نابورة برئيس الوجاب بطل تقتل في الشباب، يا ابو نابورة برئيس الوجاب بطل تقتل في الشباب، يا حرية فين فين؟ عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكلة اللي هو وقعني فيها. بخلي سليم صاحبك ده ينفعك. زناتي. طبعًا زناتي. دلوقتي انا فهمت اللي حصل ده حصل ازاي وليه، بس المهم بقى ان الورق ده في خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغه. لوغز عن سليم باشا سؤال، يعني هو الورق ده سعادتك فيه ايه؟ افهمكم. المشكله فريد انا مش عارف ايه اللي حصل ليله قتل زياد، مش عارف مين اللي لبسني في الموضوع ده كله، بس عارف ان لطفي وابني وشلتهم ليهم علاقه بالموضوع ده كله، بس تفاصيل ما عنديش. أنا كده هفضل هربان يا فريدة لحد ما الموضوع ده يتحل، وأنت الوحيدة اللي تقدر تحله لي. أنا؟ إزاي؟ شغلك. شغلي؟ آه شغلك. أنا عايزك تجيبي لي تليفونات الناس دي ليلة الحادثة، ينفع؟ الموضوع ده مش سهل خالص يا سليم. لو سمعت اللي جاي هتعرفي إن في الأصعب كمان. أنا عايز تجيبي لي لما كلموا بعض كانوا مكانهم فين بالظبط. المعلومات دي ينفع اجيبها لك لو من ارقام تبعنا، لكن لو ارقام من شبكه تانية ده مستحيل. فريده انت ليك اكيد صحاب شغالين في الشركات التانية. الموضوع مش بالسهوله دي خالص على فكره. فريده فكري، انت الوحيده تقدر تساعدني. لو جبتي لي المعلومات دي هتحلي لي كل حاجه. انا كل طلبه منك عايز اعرف مين كلم مين وفين وامتى. هحاول. بصراحة بقى أنا مش فاهم منك حاجة، هو الورق ده طلع في إيه بالظبط؟ في حاجات كتير. لطفي وشلته لما رحت لهم كلموا زناتي، وزناتي كلم رفاعي كذا مرة. مش بس كده، تليفون زناتي بيقول إن هو كان حوالين الاسم في المنطقة. يعني ممكن هو اللي يكون قتل الواد زياد. لأن رفاعي دوت خيبان ما يعملش كده، لكن زناتي يعملها ويعمل أبوها كمان. الأغرب بقى إن تميم وحماد يطلعوا يطبخوا سوا. ومين تميم ده كمان؟ أمين شرطة برضه؟ مش مهم. المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه. محلولة سعادتك. ناخد الورق ده ونروح نبلغ على طول. ما ينفعش يا عودة. الورق عرفني كل حاجة، لكن مش هنعرف نثبت بيه ولا حاجة. ازاي بس يا بيه؟ ما انت لسه بتقول. زيك كده يا هيما. انت تقدر تثبت ان زلطة جالك المستشفى، لكن مش هتعرف تثبت ان هو اللي سرق الحقن. طب والعمل سعادتك هنعمل ايه؟ يا ابني اطفي المحروق ده بقى وقوم نام عشان تعرف تصحى لمدرستك الصبح. حاضر يا ماما حاضر. يا حبيبي ابوك لو جه ولقى الهباب ده شغال في ايدك هيطين عيشتك ويطين عيشتي، مش طالبه نكد على الميسه يا حمزه. بقول لك يا ماما، وايه حكايه قرايب بابا دول؟ حكايه ايه؟ ولا حكايه ولا روايه؟ اصل سليم ده مش لاقي انه يبقى قريبنا خالص. قوم نام يلا، قوم. شوف بقى حودة، انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده. عشان خاطر هيما يعرف لأي معلومة عن حسن الضبع الواد اللي شغال معاه. أنا يا سعادتك. بقول لك يا سليم بيه، في حاجة عايز أديها لك. حاجة إيه؟ حتة السلاح دي بدل الطبانجة اللي رجعناها للظابط. أنت جبتها منين؟ ما تقلقش سعادتك، دي بتاعتي. كنت شايلها لوقت عوزة.
وبما ان سعادتك يعني اديتني الفلوس اللي انت كنت شايلها عشان عالج بيها ابني، فدي اقل حاجه ارد بيها الجميل اللي انت عملته معايا. انت اولى بيها، خدها اسلم بيه. بس بعد ربنا ان هو محوجك ليها بالاذن سعادتك. فهمت هتعمل ايه يا بغل؟ ولا الحشيش اللي عماله تشربه من الصبح مخليك غاب اكتر من تحمار؟ يا اسطى انت عايزنا ناخد الحاجه كده ونروح نبيعها في عز الظهر؟ ايوه يا اخويا في عز الظهر. ولو الشمس يا اخويا تعباك يبقى البس نضاره، ولا هات لك برنيطه خبي بيها خيبه امك. يا اسطى مش القصه، بس انت عليك قضيه، الاحتياط واجب، النمره اللي الحكومه عملتها معانا الحته كلها بتتكلم عنها. نمره ياد اللي اتعملت ياه، مش حماده تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمر يالا. يا اسطى بس يعني ايه تتخيب ولا ايه؟ انت هو يا احنا اتخذنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم، وادي شايف الواد الظابط زي البغل ازاي، ولولا كده كنا رجعناه في شوال قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجه، بس يعني يا دي يا غبي يا دي انت ولا لف وشك يا ما انا قدامك واد صح سليم يالا، والقضيه اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها ولبسته بدالة يا وعمال يجري زي افران الشوارع في كل حتة، وقضية فيها اعدام يعني معلمة على الرقبة. يلا يلا هم سيبها ونزاحت من فوق دماغنا. ومين اللي شالها يا خمار؟ ما انا اللي شايلها. يلا جرايه يا اسطى، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ. مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه. لف وشك يا تفهم. يلا انا اللي معلم على الظابط يلا، ومش اي علامة يا دي علامة يالا في الرقبة ما فيهاش أي كلام، والظابط ده متعلم عليه علامة ما فيهاش رجوع، يعني لا يهرب ويفضل هربان لا يرجع يالا هنا ويتعدم يا. لا 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 امسك العقل كده، أنت عايز تفهمني اللي أنت عملت معاه فوق المايك؟ أيوه يا أخوان اللي معلم عليه، أنت قاعد غبي ولا إيه؟ مش أي علامة قلنا، عشان تعرف بس على حق كده إحنا بنعمل إيه مع الظباط، وعلى الطلاق بالتلاتة أي ظابط في المنطقة دي لو يجي نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال، يا منطقة وسخة. أنا مش فاهم أنتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده يا. قوم يا تشوف شغلك يا. قوم يا تقطع الحشيش يا. قوم يا. جاكم القرف عليكم وعلى عدتكم سهرتوا الحجرين. وحشتني قوي يا سليم. ما تتخيلش أنا عملت إيه عشان أجيب لك الورق ده. الظرف فيه فليشة. كل التفاصيل اللي موجودة في الورقة هتلاقيها فيها. يعني عشان لو حبيت تطبع نسخة تانية. يا رب تكون المعلومات دي مفيدة بالنسبة لك. على فكرة صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبة عليا أنا ومامتك وسلمى قوي، حاجة تخرق بصراحة. وكمان السوشيال ميديا مقلوبة وعاملين دعوة إن الناس تدور عليك وتبلغ عنك، بس مش عارفة مين اللي ورا الكلام ده. عشان خاطري يا سليم خلي بالك من نفسك. صراحة يا سليم بيه الأنسة فريدة دي بتحبك وطيبة قوي. أمال بتحبك؟ ما هو أصل يعني ما فيش واحدة تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد إلا إذا كانت بتحبه، ودي مش بتحبك حب عادي يعني، دي بتموت فيك كمان. بس أنت بصراحة يعني كده مزودها في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي أنت بتعملها دي. أيوه في إيه يعني يا باشا؟ عادي ما تبعت لها حودة بأي حاجة، هيجرى إيه؟ سلمها فعلا عشان نص ساعة ولا صلاح توخي قاعد معانا مش كده؟ يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه؟ يعني حاجة كده زي الاف بي واي؟ يا بني ادم افهم، صلاح التوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريدة في دماغه، أي حد هيكلمهم أي نمرة هتتصل بيهم هيجي وراها على طول ويبقى هنا. فهمت؟ يا ترى عاملة إيه يا سميحة أنت والبنات؟ لا مؤاخذة يا خالتي، أنا عارف إن أنا جاي في وقت متأخر، بس حبيت أطمن عليكم وأشوفكم لو محتاجين أي حاجة قبل ما أرجع الجيش. إيه ده وأنت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل إيه بقى يا خالتي؟ ميري. بعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الأجازات ومقرطين قوي على الآخر، ده سبحان من نزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك أنت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجة أي حاجة، قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم لي حبيبي. عموما انا موصي ابويا وامي لو احتجت اي حاجه قول لهم على طول هم يتصرفوا. ماشي
خليك لينا حبيبي. حاضر. خلي بالك من نفسك يا نورة. وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاول تكلمني لو عرفت. هو ممنوع بس هحاول. هتوحشيني قوي على فكرة. انت كمان هتوحشني. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اشوف وشكم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه، من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فرق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك، لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعه؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمه ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ اوعى يكونش الست استعد والتسعه استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك. انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك، وحتى لو الجيش جمد قلبي فدي حاجه ما تعبنيش. ليه بقى؟ لان انا لا بجيب فلوسي من تجاره كيف ولا بتحمى في شويه عيال. اقعد يا زلطه، وانا احتراما للبدله الميري اللي انت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجه يا معلم، مالكش دعوه ببيت عم ابراهيم. شيله من قدامي يا ايمن بدل ما اعملها معاك. على اشرف يا حبيبي. نزل ايدك يلا. هو جرى ايه بالظبط؟ الله، هو كل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنه بيلبس البدله دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل ادبه. الله، ها. بس بصراحه عنده حق، البت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اصل افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. يلا يا سعاد اخلصي. انا عايزك تاكد على سيد بس يبعت لنا النجار على وسط النهار عشان ياخد المقاسات ويبتدي شغل. حاضر يا سعاد. وبتاع الدش كمان ابعته لنا، يا احسن الهوا حرك الطبق كده وفي قنوات كتير طارت. والله العظيم ما طار الا النافوخ يا سعاد. يا ست ارحميني من طلباتك بقى. يا حاج، هو انا ليا حد غيرك اطلب منه؟ يا سلام يا اختي، وابنك اللي نايم اللي عامل زي البغل ده ما تصحيش طلباتك. اخسى عليك يا حاج، ما تقولش عليه كده. اه يا اختي، دلعي دلعي. ما هو طول ما انت عماله تدلعي فيه وتعامليه على انه النوغه اللي لسه في اللفه عمره ما هيفلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي نزلك كده على ملا وشك يا حبيبي على الصبح؟ انت هتصيع وليه ولا ايه؟ انت بتصيع عليا؟ ما تبصش في وش ابنك وانت تعرفي ايه اللي حصل. الباشا كان سهران سهره من بتوعه ولسه خلصانه دلوقتي. انت مش شامه ريحه الخمره اللي هبت علينا بمجرد ما دخل؟ طب انا مش فاضل التقطيم بتاع كل يوم ده، انا داخل انام. استنى، ما تهدى عليه يا حاج، هو في ايه؟ اخراسي خالص، ما اسمعلكيش صوت. انت فين يا ده؟ مفيش يا حاج، كنت مع شادي ولو مش مصدقني كالعاده بسألك. انا بسألك انت. هو في يا حاج على الصبح؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت ايه انا؟ انت ما بتحسش؟ انت البعيد ما عندكش دم خالص. يا حرام، بعمل اكسجين. روق كده يا حاج، وايه اللي حصل لكل ده بس؟ هقول لك انا اللي حصل. اللي حصل اني بسبب صياعتك وبوظانك الدنيا خربت، اتقلبت على دماغ الكل. اللي مات واللي لبس تهمه، اللي غرق في الشر والوحله لغايه ودانه. يا رب يا رب، وانا عملت ايه عشان تبليني بعيد زي ده؟ اسمع، لا أنا لولا الحرمانية أقسم بالله كنت ضربتك بالنار وخلصت الدنيا من شرك وعرفك. بس بعدين بعدين خلاص جرجرتني للطين وخليتني مشيت ورا، سبتني الإنس والجن. ده بسببك كده بالسكك ركبت على كتفي ودلدلت رجليها. وبعد ده كله فاكر إن أنا هسيبك عشان ترجع تاني لحياة الصياحة؟
تبقى عبيط. انا مش هقضي حياتي كلها كل يوم الم مصيبه من مصايبك. كفايه قوي اللي حصل لي من تحت راسك، وقسما بالله وعليا الطلاق بالثلاثه تامر لو ما اتعدلت ومشيت دغري. نكون سجنك بايديا دول، اخلص من قرفك. يلا غور من قدامي، يلا غور. وانت سعاد، المرة دي انا مش بهوش، واذا كنت باقي على بيتك لم ابنك لا تكون قرف. هو ايه؟ فاكر ان هو هيذلني بالحوار ده؟ لا على فكرة، وكتاب الله هسيب لكم البيت، ولو اتشقلبتوا محد هيعرف لي مكان. بيت ايه اللي تسيبه يا عبيط؟ ده بيتك وبيت ابوك، وبعدين اللي بيعمله ابوك ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا؟ ابوه ما بيخافش غير على نفسه وبس. وبعدين انا ما قلتلوش يعمل كل اللي هو عمله ده. لو هو بقى حاسس بالذنب وضميره مأنبه قوي كده، يدور على حد غيري يشيله الليله، عشان انا اللي فيا مكفيني. وعلى فكره انا عادي جدا ممكن اقف لكم في وسط البيت واولع لكم في نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر. اهدى اهدى، منه لله اللي كان السبب. يا ابني احنا كان مالنا ومال البلاوي دي كلها عشان خاطري. اهدى، وانا هقوم اعمل لك حاجه تاكلها. مين؟ أنا. افتح الباب، الأكل هيقع. الباب مفتوح يا حبيبي، خش خش يا حمزة، زق الباب. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحمزة فندي كعب الغزال. إيه الحلاوة دي؟ الغدا ده ريحته باينة وأنت جاي يا حمزة. وما أنت شامم، بتسأل ليه؟ ولو هنوكلك وخلاص. ولا قلة الأدب دي، تعال اقعد. نعم، عدنا نغسل لكم الأرض عشان ما تخلصوا أكل، ولا عندكم غسيل عايز آخدكم في مين؟ استغفر الله العظيم يا رب. تعالى يلا اقعد، اقعد بطل غلاس، تعالى. انت ايه؟ لسانك طويل لمين؟ لامي. لامك؟ انت عارف يا ابني بتفكرني بعيل غلس برضه زيك كده. الله يرحمه ما كانش بيحبني، بس في الاخر بقينا اصحاب. وبعدين مات؟ اه مات، وسيبني لحد النهارده بدفع تمن طولة لسانه. بقول لكم ايه؟ انا مش داخل عليا حوار ان انت قريبنا ده، بس انا ساكت بمزاجي عشان حركه الجدعانه اللي انت عملتها مع عاد ياسين اخويا. يلا انا والشفا، سلام. يا ساتر يا رب على الخلفه. لا يا باشا، ده البنات نعمه. يا نهار اسود، اذا كان الجيل ده عامل كده، امال الجيل اللي جاي بعد منه هيبقى عامل ازاي يا باشا؟ ربنا يستر علينا. هلا يا باشا، بسم الله، غير ريقك. الالف نايم، مش قادر. كل انت ومن سمعك يا باشا، هو مين لي نفسي ياكل؟ والله يا باشا اي حاجه الواحد بيدوقها من غير العلبه طعمها مرار. اللي اقول لي صحيح يا باشا، انت هتطمن على اولادي ازاي؟ هنتصرف، ما تقلقش، هتشوفهم يعني هتشوفهم ان شاء الله. ربنا يخليك يا سليم بيه، ربنا يخليك. في استجابة سريعة ومشكورة من وزارة الداخلية للهاشتاج اللي احنا اطلقناه من هنا من البرنامج بلغوا عن سليم الانصاري، جالنا دلوقتي بيان من وزارة الداخلية بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. الارقام دي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، واحنا من هنا بنناشد السادة المواطنين ان هم كمان يقوموا بدورهم، وان اي حد عنده معلومات هتساعد الداخلية في القبض على المتهم الهارب ان هو يتصل بيهم فورا.
وفي نفس الوقت بنشيد بوزارة الداخلية المحترمة اللي أثبتت بشكل عملي أن لا أحد فوق القانون، وإنها ما بتداريش على أي مجرم حتى لو كان في الأصل ابن من أبنائها. ألو حودة، أنت فين يا أخويا؟ فوق؟ طب انزل بقى بسرعة، حصلت مصيبة، انزل. والله حودة مراتك دي ست طيبة، بقى هو ده اللي قلقانة منه. معذورة يا سليم بيه، غصب عنها، هو اللي بيحصل لنا ده قليل. هو اللي بيحصل يعني؟ ما من ساعة ما اتقبض علينا وهو ده اللي بيحصل، ايه الجديد يعني؟ لا يا سليم بيه، لا مؤاخذة سعادتك يعني الحكاية كل شوية بتخش في الغميق. وفي أغمى من كده يا حودة؟ أنا الدنيا كلها بتجري وراي، حكومة ومعارضة ونشطة وصحافة وأغنياء وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجة واحدة بس. أنا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. يعني أنت مش قلقان من اللي بيحصل لنا ده يا سليم بيه؟ ولا من إيه يا هيما؟ مفيش أكتر من اللي حصل. المهم يا حودة أشكر لمراتك على اهتمامها. أنا عايزك بقى تروق نفسك كده وتفضلي عشان عايزك مشوار مهم. رقبتي. أنت اتجننت في بوقك يا جدع أنت ولا إيه؟ أنت إزاي جاي تقول لي كلام زي ده؟ أنا حمادة تايسون. اعلى الكلام كده قبل ما تقوله، ها؟ مش بكابورت جاي ترميه في وشي. اعلى زناتي عشان ما اعملهاش معاك. رجعنا تاني لهالفطه في الكلام اللي هتجيب دماغك دي. امال انا جاي لك ليه؟ لم لسانك يا تايسون احسن لك، ولو مش قد الشرب وفي وسط الرجاله اتنين اشرب لوحدك. يا اسطى انا اشرب عندكم في اسمكم، انا اشرب في اي حته. يبقى تشرب بالاصول وتلم لسانك. مالك انت ومال الظابط تجيب سيرة وسط الليص واللي ما يسواش وتقول عملنا وسوينا. الله. انت مشغل عصافيرك عليا ولا ايه؟ انا زناتي يالا. يعني بعرف دبة النملة بالقبل حتى ما تحصل، وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه وما تجيبش سيرته نهائي. ده أمر يعني؟ أمر. أنت شهدت شهادة وقصادها طلعت براءة، يعني مات الكلام على كده، لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقة والقلم وبالأصول. وبالأصول تخش فيه قبلي. وإذا كنت فاكر نفسك يا أخويا عو وبتخوف وكده، فأنا العفريت يا زناتي. العفريت اللي هيطلع لك في كل حتة. واسمع بقى كلام الرجالة. انا صحيح وافقتك وانا جوه عشان افك من البلوه اللي انا فيها واخد حقي من الظابط، انما يا اخويا انا مش عيل صغير وعندي رجاله في كل حته وانت عارف. والصراحه بقى انا من ساعه ما طلعت بسمع كلام مش عاجبني، مخليني يا اخويا راجع نفسي. الكلام اللي سمعته يا حماده كلام على لطفي بالمجد وابني. ايه مش معكوكين معانا في القصه ولا ايه؟ والظابط جاب اسمهم في التحقيق؟ اللي قول لي يا زناتي صحيح، هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ ما انت شهدت على اللي قتله بنفسك. كنتش انت اللي قتلته وجاي يتحور؟ تطلع صوتك عليا ولا ايه يالا؟ لا اسمع يا امين، المصلحه دي انا راكب فيها قبلك. يعني ايه الكلام ده تايسون؟ يعني اللي بقوله لك كده يا زناتي، راجع نفسك انت وناسك وبقى تعالى. نورت يا زناتي. طب ما الراجل معذور برضه يا تامر، انت مستقل باللي هو فيه. انا ابويا بيقول لي ان الواد زناتي شبح فلوس من تحت راس الحوار ده. بقول لك ايه يا عم شاني، ما تحرقش دم انت راخر، انا ماليش فيه. انا لا كنت عايز حد يتقتل ولا حد يلبس تهم. وبعدين عارف دماغ ابويا. ابويا بالنسبه له اللي بيحصل ده بقى فرصه عشان يقدرني ويعمل معايا زي ما بيعمل مع اخواتي البنات. جاي منين ورايح فين واقعد هنا اهون، شويه شويه يقول لي اشرب اللبن الدافئ واغسل اسنانك قبل ما تنام. ما الراجل خايف على صحتك برضه يا تيم. ورحمه امك يا شاني، بلاش استظراف عشان انا مش طايق نفسي. يا عم ما تقفش كده، انا بهزر معاك. المهم انا عايزك تاخد بالك. خد بالي من ايه؟ ابويا عامل فيها حكيم زمان وشرع على ابوك ان هو يجوزك. لا ده مبصيني كمان ان انا لغيك في الحوار. هيجوزوك يا بيضه ويقعدوك في البيت يمكن تتلمي. ضمك كده اللي هيجوزوه عشان تتلم. لا اتجوز قال. انا هفضل كده طول عمري داير على حل شعر. يا زفلة. تامر، هو انت مش زعلان ان انت ما كملتش تعليمك؟ ولا فارق معايا. عارف انا شادي؟ انا لا عمري هتجوز ولا هخلف. انا ايه اللي يخليني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ ادلعه وابوظه. بعدين العل سلسفين اهلك منه باظ. فيصعب عليا ارجع ادلعه تاني. لحد ما في يوم يعمل مصيبه سودا فجر عشان اطلعه منها. فرجلي تغرس في مصايب متلتله.
وافضل بقى ازله واقطم فيه بقيه حياته. هو اصلا مالوش فيه ولا فاهم حاجه. عشان كده يا اخي انا طول عمري كنت قاعد اقول لك ان انا نفسي ابقى زيك طيب كده وفي حالي. انت ما عملتش مشكله واحده من واحنا صغيرين يا عم. بس انا اعمل ايه بقى؟ انا جيت الدنيا دي لقيت نفسي كده. المصايب بتجري ورايا. يا عم احنا هنقلبها غنبي ليه كده على المسا؟ وبعدين على فكره بقى انا اللي طول عمري نفسي ابقى زيك. يلا خلص كده وقريب. الله وبعد ما انت قلت اللي فيها من الاول هتعيش وتموت على حل شعرك يا سفله. طب ايه نقوم نريح جوه طيب؟ بص يا رامي الهاشتاج ده بقى ترند سمع مع كل الناس بس ما ينفعش نسيبه كده عشان ما يكونش زي اي حاجه في البلد دي بتطلع 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 وتنزل على ما فيش. اوكي والحل ايه؟ الحل ان الهاشتاج ده بقى يكون كل فتره عليه حاجه جديده يعني صوره فيديو حوار بين اتنين بيتكلموا مع بعض. اه طيب يعني اصور فيديو تاني مثلا لمزياد؟ لا ما هو الفيديو كده كده لسه موجود. طب يا جميله ما تفهميني نعمل ايه يعني؟ بص احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه ويكونوا بيتكلموا فيه عن موضوع الرشوه. اه انت عايزه تبيني الناس يعني ان هو مش بس قاتل هو كمان فاسد. بالظبط. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبي رسول الله. صباح الفل يا سليم باشا. شكل سعادتك ما نمتش يعني. صباح الفل يا حوده تعالى. جاهز يا حوده؟ امرني سعادتك. انا كنت عايزك تراقب لي حد. تعرف لي عنه كل حاجه، بيروح فين؟ بيجي منين؟ عايز خط سيره بالملي، تقدر؟ صح سعادتك تسال السؤال ده يا سليم بيه، انا حوده سيطره عم الجدعانه، بعون الله عندي القدره انقل لك المباراه كانك بتتفرج على الماتش وقتي. بس سعادتك يعني مين اللي انا هراقبه؟ العميد صلاح الطوخي. صلاح بيه فكتابه يا ابني؟ موجودة في فندق في المكتب، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا وليد. ايه تشرب قهوه معايا؟ ما نخليهاش شربات بقى يا باشا. ايه الحاج هيتجوز تاني ولا ايه؟ لا يا فندم عرفنا مكان سليم. اخيرا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سليم بيه؟ هي الدنيا اتقلبت ولا ايه اللي جرى؟ بقول له استحوذ سيطره. هو اللي هيراقب صلاح باشا اللي قد الدنيا دي كلها وانتوا فاكرينه عيل مسجل ده ظابط. بقول لك يا حوده هتعرف تعملها ولا نشوف حل تاني؟ ساعتك يعني مفيش مشكله بس هو في ظابط بيتراقب؟ اه ما انا ظابط وبتراقب. انا مش عايزك تخاف. قول لي انت امين وانا افهمك تعمل ايه بالظبط. راقبت سعادتك. تمام ركز بقى معايا عشان تفهم. انا بصراحه باشا ما كنتش مصدق ان الموضوع الهاشتاج ده هيجيب نتيجه بسرعه كده. لا انا بقى كنت مصدق جدا بدليل انه جاب نتيجه بالفعل. يا سعادتك عاجبك اللي بيعملوه العيال دي؟ ايوه عاجبني. انت بقى مش عاجبك في ايه؟ يا باشا العيال دي مش متربيه وعايز تتربى. لا 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 واضح انك فاهم التربيه غلط خالص. تقديم. التربيه عمرها ما كانت شده وضرب وحاجات من الكلام الفارغ ده. التربيه نوع من الوعي والفهم. لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه. عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. مش عارف بقى سعادتك. لكن انا عارف كويس بدليل ان الهاشتاج بتاعهم ده هو اللي وصلنا لسليم الانصاري. اهم حاجه يا حوده في كل اللي قلته لك لازم تخلي بالك. اوعى صلاح يشوفك او حتى يلمحك. صلاح ظابط مش سهل. تفهمني؟ في حد طالع. Thank you.
بسرعه شويه.